اتحاد كرة القدم بيصرف مكافأة خاصة لكيروش ولاعب المنتخب بعد الفوز على ليبيا. ما اعرفش، انا بالنسبة لي مثل هذه الامور هي امور غريبة شوية، لانه هو كارلوس كيروش طبعا لسه جاي ومباراتين صعبين وكل حاجة، واتكلمنا في هذا الامر، ولكن في النهاية بالمناسبة هو منتخب مصر من المفترض ان هو يكون الاقرب للتأهل الى المباراة النهائية اللي من بعدها ان شاء الله نصل الى كأس العالم، في ظل طبعا وجود المنتخب الليبي والمنتخب الجابوني والمنتخب الانجولي، منتخبات محترمه وبلاد كبيره ومحترمه وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على الشكل التاريخي او الناحيه التاريخيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني والاداء واللاعبين اللي موجودين مع منتخبنا الوطني، فحتى القيمه التسويقيه للاعبين لو قارنت الانديه اللي بيلعب فيها هنا لمنتخبنا الوطني وبقيه المنتخبات هتجد فرق كبير جدا جدا. وبالتالي ما اعرفش، انا بالنسبه لي موضوع المكافاه الخاصه ده غريب شويه. قررت اللجنة أنها التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مكافأة خاصة لكارلوس كيروش المدير الفني. أيوة، إيه الرسالة اللي حضرتك عايز تعملها لكارلوس كيروش؟ أن أنت كسبت ووصلت جيد جدا جدا، وهو شايف على فكرة، وهو رجل متابع للإعلام، عنده ناس بتقول له كل حاجة وعنده شركة خاصة بهذا الأمر بتبعت له وبتقول له كل حاجة وإيه اللي اتقال عليك وإيه اللي اتقال على المنتخب، وهو بالمناسبه بيتفاعل على تويتر وبينزل بيانات وبيتابع اللي بيكتب وبيعمل كل حاجه الحقيقه. فبالتالي ايه الرساله اللي حضرتك عايز توصلها لكارلوس كيروش؟ ان انت عملت معجزه، عملت شكل جيد للمنتخب وغيرت شكل المنتخب، ولكن ده الطبيعي بالمناسبه ان منتخب مصر يكون الاول على هذه المجموعه. اللجنه كانت قررت صرف 90,000 جنيه لكل لاعب المنتخب بعد الفوز على ليبيا ذهابا بالاسكندريه ليتصدر، وإيابا بثلاثية نظيفة في بنغازي ليتصدر مجموعته بـ10 نقاط، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني.